قال كان يلدريم الذي يشارك حسابه على إنستجرام حول هذا الموضوع إنه قد توقف عن متابعة العائلة لحماية حسابه الخاص. وحول هذه الخطوة أدلى النجم التركي كان يلدريم ببيان حول الموضوع من حسابه على إنستغرام: عائلتي هي كل شيء بالنسبة لي تماما مثل أي شخص آخر. السبب الوحيد الذي جعلني إخرجهم من حسابي هو بغرض الحماية فقط واحترام خصوصيتهم. لا أريد أن يساء تفسير هذا الموضوع على أنه شيء آخر. نتمنى قضاء أيام صحية مع أسرتنا في أقرب وقت ممكن. كان يلدريم وهاديسا يعيشون حبهم سرا، اللذان لم يكشفا عن حبهما بطريقة ما. يواصلان الكشف عن علاقتهما بالمنشورة التي قاموا بها. وأخيرا تم الكشف عن النمط الجدار على الجزء الخلفي من الصورة التي ظهرت فيها هاديسا حين تم استضافتها عبر سكايب في برنامج الناجون. كان نفس الجدار في منزل كان يلدريم، مما يدل على وجود قصة حب بينهما لم يرغبا بالإعلان عنها. في الوقت الحالي يمكنكم قراءة المقال كاملا بالضغط على الرابط أسفل الفيديو.